السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ يا ريت بقى لو لسه ما اشتركتش في القناة تنزل تشترك، تعمل اشتراك وتفعل الجرس. لو الفيديو عجبك ان شاء الله ما تنساش تعمل لايك وتشاركه مع اصحابك ان شاء الله. تمام، نبدأ بقى. بسم الله. اول حاجة هي ايه؟ القراءة. القراءة دي افرض انت بتقرأ كتاب لكاتب معين، فالكتاب ده انت المفروض انت بتقراهوش لفرد واحد، يعني لكاتب واحد بس، انت بتقراه لعشرات الكتاب اللي ما كانش مئات الكتاب. هو الكاتب اللي كتب الكتاب ده المفروض ان هو قرا كتب قبل كده كتير وعمل كتير ويعني مدور وبحث والكلام ده. فانت لما بتيجي تقرا كتابه انت المفروض انت بتاخد يعني معلوماته وخبراته وكل حاجه هو كتبها وعاش في حياته على طبق من ذهب. يعني انت مثلا بتختصر مثلا كام سنه عاش في حياته في يا دوبك اسبوعين او اسبوع بتقرا في الكتاب. انا من وجهه نظري ان القراءه دي تعتبر من اعظم النعم اللي ربنا انعمها عليه. يعني كفايه ان هو يعني احنا مسميين باسم امه اقرا، يعني كفايه ان احنا امه اقرا واول كلمه نزلت في القران الكريم اقرا، يعني اقرا وربك الاقرب. يعني تحس ان الاقرب جت في اخر الايه دي تقول لك يعني كل ما تقرا اكتر كل ما ربنا هيكرمك اكتر. يعني مقدار قرايتك ومقدار طلبك للعلم ربنا بيكرمك وبينولك مرادك وبيعليك في المراتب اكتر. فيعني اكبر دليل على كده مثلا امريكا واليابان ومثلا اوروبا، مثلا كل دول من دولات امم بتقرا. يعني هي هما ما اخترعوش العلوم دي من الصفر، يعني مثلا العلوم اللي عندهم دي ما اخترعوش من الصفر، لا هما قروا كتب ناس كتير، ناس ماتوا. يعني انت ممكن تقرا كتاب من واحد مات من 100 سنه 500 سنه وبقى عادي، يعني بتعيش حياته كلها ونفس الخبرات والميزات اللي هو عاشها في حياته كلها بتنزل في دماغك، يعني بتحمل في دماغك خلاص. يعني انت متخيل؟ فهما الدول دي ما اتقدمتش من فراغ، هم قروا كتب واستفادوا من تجارب الاخرين وبالتالي ما وقعوش في حاجات غلط. هم دلوقتي يعني العلوم اللي عندهم دلوقتي مبنيه على تجارب الناس اللي قبلهم. طيب هتقول لي دلوقتي طب احنا ليه ما بنقراش؟ هضرب لك مثال. يعني احنا دلوقتي في رمضان والناس كلها حواليك صايمه، فانت تيجي تسال نفسك تقول طب ما الصيام سهل اهوت وعادي، ممكن اصوم عادي، ممكن حتى انا بعد رمضان اصوم عادي خالص، الصيام بسيط جدا ما فيش حاجه. يا دوبك انت يا دوبك بعد قول بعد رمضان بشهرين. فهتيجي انت تيجي تصوم هتلاقيها صعب جدا والكلام ده وكده. طب ليه بقى؟ الناس اللي حواليك كلهم ما بيصوموش، فهي صعب انت تيجي تقرا وتعمل والكلام ده. فهو نفس الموضوع ده بينطبق بالظبط على القراءه. يعني الناس اللي حواليك ما فيش حد بيقرا، ما فيش حد مثلا بيتكلم عن الكتب او بيتكلم مثلا ان الكتب مثلا الكتاب ده مفيد فلازم تقراه والكتاب ده كذا ولازم تعمله. كل اللي بيتكلموا عنه روايات مش كتب. روايات اللي هي يعني يعتبر برضك مضيعه الوقت، يعني هتستفاد منها تمام بس مش هتستفاد كاستفادتك المعرفيه فعلا لو انت جيت قريت كتاب، قريت كتاب من واحد متخصص في مجال معين انت بتدور عليه. فانما روايه مثلا شبه مسلسل بتقراه بس مسلسل في كتاب، انما الكتاب الحقيقي فعلا الكتاب اللي انت عايز تستفاد منه هو كتاب في مجال معين، انما الروايه مش كده خالص. فهو دي المشكله. المشكله ان احنا مثلا حوالينا ما فيش حد بيشجعك على القراءه، ما فيش حد بيعملك، ان احنا من صغرنا ما بتعودناش على القراءه، ان احنا من صغرنا ان احنا ما تعودناش ان اهميه القراءه الموجوده عندنا ان احنا لازم نقرا من واحنا صغيرين جدا. عشان كده تفضل الطبع ده او الحاجه دي تفضل جوانا لحد ما نكبر. حاجه من الحاجات الغلط برضه اللي كانت في دماغي ان انا كنت رابط القراءه بكتب الدراسه اللي انا كنت بقراها في هناك في الثانويه العامه، او مثلا دروس كده دروس القراءه في اللغه العربيه في الثانويه العامه. صراحة يعني الدروس كانت دش وحاجة فظيعة وحاجة غريبة جدا بصراحة، يعني كنت بتكرهني في اللغة بجد، فكنت كاره القراءة أساسا عشان كده. بس يعني الحمد لله ربنا قدر إن احنا نجيب ثانوية سنة تانية ثانوي، يعني تيجي على قصة وإسلامات. القصة دي بصراحة أنا عاشقها بجد، يعني الصراحة قصة جميلة ورواية جميلة جدا. فهو يعني إيه، رواية تاريخية بتحكي التاريخ وكده يعني. فهو انا جيت قريت الروايه وخلصتها قبل ما المنهج يخلص بكتير، وبعد كده دورت على الكاتب لقيت الاستاذ احمد بكثير، فقلت لازم اقرا له كل الكتب وقراتها فعلا بجد. صراحه يعني اسلوبه رائع جدا جميل جدا. بس فهنا كانت بدايه القراءه. ازاي بدات ان انا اقرا وانا عندي 17 سنه، ومن ساعتها بدات ادور على الكتب وازاي اقرا وازاي مثلا احسن قراءتي. وبعد كده عرفت بقى ان انا مش لازم ان القراءه دي كلها مش متركزه في الروايه بس، لا ده انت في حسب مجال انت معين انت عايز تدور عليه. يعني مثلا مجال في البرمجه، مجال مثلا في التسويق، مجال في اي مجال في الطب هكذا يعني. انما المفروض انت دي المعرفه الحقيقيه دي اللي انت بتكتسب فيها معرفه، انما الروايات مش هينفع. انما الروايات مثلا انت ممكن تستسلم فيها ما بينك وبين نفسك، بتدرب نفسك على القراءه برضك اكتر، وكمان يعني ايه بترفع عن نفسك شويه.
استنى بقى دلوقتي، انت طالما هتشتري كتاب وهتعمل كده يعني بلاش تشتري كتاب ورقي. ليه؟ اقول لك يا سيدي، اول حاجه الكتاب الورقي ده المفروض انت هتفضل شايله مثلا على كتفك كل مره واخده معاك في كل حته والكلام ده. الكتاب مثلا ممكن يكون صغير وكده بس حجمه تقيل، يعني مثلا نص كيلو مثلا ولا حاجه او ربع كيلو، فكان مثلا كام كتاب انت عايز تقراه، فهيبقى مثلا الشنطه فيها حوالي 2 كيلو كتب، يعني حرام يعني بجد، غير كتب مثلا مدرسه او كتب الكليه والكلام ده، فدي مشكله. تاني حاجه ان الكتب اللي يعني مثلا ممكن تقرا كده مثلا روايه مترجمه مثلا ولا حاجه، او كتاب مترجم من الانجليزي للعربي، فممكن الكتاب ده يكون بايظ بجد، يعني ممكن يكون فيه صفحه ناقصه او الكلام ده وكده يعني. فانت هتشتري كتاب ب 100 وبكام ورقم محترم يعني وكده، وفي الاخر تلاقي الكتب فيه بايظه او الصفحه فيه ناقصه والكلام ده، وكمان الكتاب تهمه يعني كتاب قد كده، فدي صعب. طب الحل ايه يا عم كريم؟ هقول لك يا سيدي، انت هتشتري كتاب اي دي اف، اهم حاجه بي دي اف، يعني ممكن تشتري كتاب اي باب اللي هو كتب تفاعليه، او تشتري كتاب البي دي اف دي فعلا جميل جدا. دي مثلا ممكن تقعد مثلا مع عيلتك ولا حاجه وتوزعوا الكتاب ده مع بعض البي دي اف، وتتفقوا مثلا ان احنا نخلص الكتاب ده في اسبوع مثلا ولا حاجه، وتقعدوا مع بعض تناقشوا في اخر اسبوع مثلا الكتاب، اه ده كتاب جميل، ده فيه كذا، ده فيه حته كذا، هكذا يعني. انما الكتاب الورقي هيفضل معاك ويبقى تهمه معاك، مش عارف حتى تقراه. انت ابسط حاجه خلاص، انت في الميكروباص وقاعد مثلا، المشوار اللي انت قاعد في الميكروباص ده هيقعد مثلا ساعه ونص، هتطلع الكتاب تقراه ازاي وانت محشور في قلب الميكروباص اساسا، انت مش عارف تحرك ايدك اساسا، فدي مشكله. يعني ابسط دليل، يعني انا عندي هقول لك حاجه، انا عندي الكتاب ده انا جبته من يعني ايه في اجازه الثانويه العامه بالظبط، جبته كان مشهور جدا يعني اللي هو ايه دان براون اللي هو ملائكه وشايفين ده، صراحه اشتريته يعني حوالي ب 100 و100 وشويه، يعني حاجه كبيره يعني تمام. فالكتاب ده جبته يعني وصلت النص كده ولا حاجه، وبعد كده لقيت الصفحه في ناقصه، فاروح مثلا صاحب الكتاب واقول له رجعه مش فاضي. طب يا عم خد راجليك الروديك مش نافع، وده كده ضاع عليا 100 جنيه وبسبب الكتاب تهمه. الكتاب قد ايه؟ يعني انت لو شفت حجم الكتاب شايف قد ايه؟ فدي مشكله خالص. انا حتى لحد دلوقتي مكسل ان انا اخده معايا ولا اشيله ولا كده، كتاب كبير يعني مشكله وهياخد مساحه كبيره، فمش عارف اقراه. تاني كتاب معايا اللي هو الكتاب ده، يعني الكتاب ده اقسم بالله ازبل ما قريت في حياتي، يعني دفعت بيه فلوس اللي هو كافكا على الشاطئ، ده كاتب ياباني. يعني هقول لك ايه، بس ازبل ما قريت والله العظيم، يعني يا ريتني كنت مثلا عرفت اجيبه بي دي اف ولا حاجه وبعد كده اقدر اجربه ولا حاجه، انما اقسم بالله يعني 100 جنيه ولا معرفش اكتر واتصرفت في الارض يعني بسبب الكتاب ده، ازبل ما قريت في حياتي اقسم بالله. بس فدي وجهه نظر، يعني بقول لك اهم حاجه انت تشتري كتاب بي دي اف وتقعد مثلا تدور مع نفسك وتقول الكتاب مثلا ده حلو وكده يعني، ولو انت عايز مثلا تشارك حد معاه تقدر تشارك مع حد معاه، انما كتاب ورقي انت مثلا عايز تقرا في كتاب ومثلا واحد من عيلتك عايز يقرا في كتاب بره، فانتوا ازاي انتوا الاثنين هتقروا في كتاب في نفس الوقت؟ فالبي دي اف بصراحه دي ثوره في عالم الكتب بجد، يعني البي دي اف والايباب، الايباب يعني اكتر ثوره منه كمان. الايباب ممكن تغير حجم الكتابه، تكبر حجم الكتابه، تغير الشكل، تغير شكل الحرف، تعمل اي حاجه في الكتاب. انت تخش دلوقتي بعد ما تخلص الفيديو ده تروح تدور مثلا على كتاب محترم او كتاب كان في دماغك فابدا دلوقتي، ابدا باي كتاب انت بتحبه، يعني كتاب انت حابه مثلا او كان نفسك انت تقراه كده ابدا بيه. حاول مثلا، طب بلاش مثلا انت مكسر ولا حاجه، حاول تجيبها مثلا روايه كان زملائك مثلا بيتكلموا عليها او مشهوره قوي على الفيسبوك كده، حاول تجيبها مثلا تقراها، عجبتك تمام حاول تجيب روايه كمان لحد ما تحس نفسك انك حبيت القراءه، فابدا بقى خش فعلا في الكتب اللي انت بتحبها بجد، الكتب اللي انت هتستفاد منها مش روايات وخلاص، وما تقعدش تضيع وقتك في الروايات. لما انت تيجي يا عم تقول لي ايه، طب ماشي يا عم كريم، بس انا هجيب كتاب الورق احسن بكتير، على الاقل مش هوجع عليا وهيعمل ويسوي وهصرف على نفسي بالاخر كتير وعينيا هتروح والكلام ده. سيبك من الكلام ده، هل هقول لك مثلا على تطبيق محترم تنزله وتقرا منه؟ هو التطبيق فيه كل حاجه، ويعني صراحه الناس اللي عامله التطبيق يعني ما سابوش حاجه، فانت خلي التطبيق، وحتى التطبيق فيه مثلا في خاصيه حمايه للعين، انت مثلا ما يعني عينك ما تقدرش ان شاء الله، وكمان لو انت مثلا عينك لو انت بتعرف مثلا ما بتحبش الاضاءه عاليه ولا حاجه ممكن تقلب الكتاب تقلب الالوان، يعني مثلا تخلي الابيض واسود،
خليه مثلا ايه تقلب الوان بحيث انها تبقى الخلفيه صفراء والكتاب بيضاء، فكده مش هيأثر على النهايه خالص ان شاء الله. يعني هو التطبيق، اول تطبيق انا هقول لك دلوقتي اكس اودو ده، دي تطبيق يعني صراحه فيه خواص جميله جدا. يعني ممكن انت مثلا تعمل خاصيات اللي هو مريح للنظر او مريح للعين، هو بيخلي لك مثلا شاشه صفراء شويه كده ولا حاجه، او ممكن مثلا تستخدم دبليو بي اس برضك، دي يعتبر شبه الاوفيس بس الاندرويد، يعني كل برامج الاوفيس يعني بس الاندرويد بقى برضه ممكن تستخدمه جميل جدا. وفي مثلا ريدر ايرا، ريدر ايرا ديت اللي هو ممكن تستخدمه برضك عشان تقرا كتاب الاي باب والبي دي اف، تعلى المستوى شويه وتقرا مثلا كتب بقى ايه اجنبيه وكده. التطبيق ده هو صراحه جميل جدا، وانا هوريك في الفيديو ان شاء الله ازاي تخلي التطبيق دي تحدد اي كلمه وتعمل لها كوبي وهو يترجمها بساعتها بدل ما تطلع وتترجم وبعد كده ترجع تاني. فده تطبيق جميل جدا وهوريك ازاي تعمل كده ان شاء الله. بس بالله عليك اول ما تخلص الفيديو ابدا على طول، يعني ما استناش وتقول بكره ان شاء الله او بعده كده، انت نفس الكلمتين دول قلتهم من اسبوع او اسبوعين فاتوا، فبلاش تعمل كده، انت كده بتضيع من عمرك يعني، والوقت ده احنا هنسال عليه قدام ربنا. فلما تيجي تضيع الوقت مثلا وتقول انا كنت بلعب ببجي او بتفرج على فيلم او كده، يعني انت لو جيت بصيت لحجم الفيلم اللي هو مثلا 2 جيجا ولا ما اعرفش كام، وحجم الكتاب هتلاقي مثلا حجم الكتاب ده 1 على مليون او 1 على 100 ألف من حجم الفيلم، فيعني حرام يعني بجد. فهو يعني بالله عليك ابدا من دلوقتي، واعرف ان انت دلوقتي بتستثمر في نفسك، يعني دلوقتي انت ما عندكش مسؤوليه ولا مسؤول من اسره ولا مسؤول من اي حاجه. لما تيجي تستثمر في نفسك دلوقتي وتقرا كتاب ان شاء الله ربنا يكرمك وتحقق اللي انت عايزه بيه وينفعك ان شاء الله في شغلك ومستقبلك، يبقى احسن عندك بكتير ما تضيع وقتك في لعبه او تضيع وقتك في فيلم ما استفدتش منهم حاجه. فرب اكون فدت واحد بالفيديو ده ان شاء الله. لو لسه مشتركش يا ريت تعمل اشتراك وتفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وتشاره مع اصحابك. هتلاقي ما تمشي هتلاقي واحد قاعد بيشرب كوزه مثلا على القهوه بتقول ايه؟ القراءة يعني اقرأ.